معكم فتحية بحمد، المختصة الأرطوفونية مصلحة الأعصاب، مستشفى الجامعي مصطفى باشا. نهضر لكم شوية على واش نديرو حنايا في المصلحة. حاجة الأولى يبعثوا لنا الأطباء باش نديروا التقييم النفسي العصبي، ليفالياسيون نوروبسيكولوجيك. هذا التقييم النفسي العصبي هو حاجة مهمة باش يعرفوا يديروا التشخيص تاع الأمراض العصبية، وخاصة في حالات لي ديمونس الخرف، منهم مرض الزهايمر. من غير ليفالياسيون نوروبسيكولوجيك، حاجة واحدة أخرى حنا نديروها هو لا بريزون شارج، التكفل بمرضى تاع ديمونس زهايمر ولا باركنسون. ولا لا بريزون شارج هذه تكون أنا كمختصة أورتوفونية، التدخل تاعي راح يكون على المستوى المعرفي، نديروا لا سيمولاسيون كوغنيتيف، تسمى التحفيز المعرفي. التحفيز المعرفي هذا الهدف تاعو هو غير هو الطريقه غير غير دوائيه، ماشي دواء، ولا هي مجرد تمارين ونشاطات نديروها مع المخ مع المرضى باش نحفزوهم اون في غالونتيغ ليفولوسيون تاع لا مالادي، نعاونوا المريض نحسنوا من لا كاليتي دو في تاعو، نوعيه الحياه تاعو، نعاونوا ثاني لا فامي لي زيدون كيفاش يتعاملوا مع المريض، نفهموهم الحاله هذه وشنو الاعراض تاعها، تطور المرض وين قادر يلحق، كيفاش يسعفوا المريض بارابور لي تروبل اللي يكونوا عندهم.